على القائم الأول منعم جول 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 جوه جول هدف أول للنادي الأهلي عن طريق محمد عبد المنعم. الكروس العرضي والعرضية الجميلة من يوسف علاء وقاطع وسارق الدنيا اللاعب محمد عبد المنعم. يوسف علاء والتحركات يلعب مع فخري، فخري ليوسف علاء يعلق على القائم الأول. يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول هدف تاني. يا فرحتك يا عادل يا عبد الرحمن على الهدفين، فرحة الكابتن عادل عبد الرحمن على الشغل الفني. محمود عادل وقفته ويلعبها ويعلقها. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف رائع لا يسأل عنها. شوبير في سقف المرمى، عدى الجبالي 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 يلعبها العرضية عدت جول 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 جوه جول. الهدف الثالث، خلصت الرواية والحكاية وهدف قتل اللقاء. زهرة الجنوب الحاوي القادم من زهرة الجنوب يكلل مجهوده النهاردة ويضع هدف ثالث. تستاهلوا يا حاوي، يستاهلوا الحاوي الجديد اللاعب مصطفى البدري. هدف رائع عربي بدر. يوسف علاء، كريم يحيى فتح له في الجانب الأيمن، كريم يلعب ويعلق عرضية. هشام جول 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 جوه جول. هدف أول للنادي الأهلي عن طريق الهداف هشام شعبان بضربة رأس قوية يسكنها أقصى الزاوية اليسرى للحارس أيمن رجب. والحكاية من أولها العرضية والكروس العرضي الجميل من كريم يحيى يلعبها بالمقاس وارتقاء وسط اتنين وسط اتنين هشام شعبان ورايح للكابتن عادل عبد الرحمن بالأحضان وللجهاز الفني. هدف الأسبقية للنادي الأهلي والتقدم عن طريق اللاعب هشام شعبان. ركلة جزاء تساوي كتير، واحدة من أهم كورة في اللقاء هي ركلة الجزاء اللي هيلعبها يوسف علاء. يوسف وأيمن رجب وركلة جزاء تساوي كتير للنادي الأهلي. يوسف ومواجهة مع أيمن رجب، يوسف علاء وأيمن رجب ومواجهة. يوسف علاء جول 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 جوه جول. هدف رائع من أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء هي ركلة جزاء يوسف علاء، الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق صاحب القميص رقم 10 ميسي النادي الأهلي يوسف علاء. وادي عربي هدف ثاني للنادي الأهلي، هدف ثاني للنادي الأهلي. توقيت الهدف يعني لما بقول لحضراتكم اخطر كوره للنادي الاهلي في اللقاء لان توقيت الهدف اكثر من رائع. لعبته اتعلقت، وقف لعيب النادي الاهلي على التسلل. وادي هدف اول لنادي الاسماعيلي، هدف اول لنادي الاسماعيلي. مواجهه ما بين يوسف والحارس ايمن رجب. يوسف علاء وركله الجزاء، يوسف وايمن رجب، يوسف علاء جول 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 جوه جول. هدف ثالث للنادي الاهلي، هدف قتل اللقاء تماما عن طريق اللاعب يوسف علاء. يوسف يحرز هدف ثالث وهدف ثاني ليه في اللقاء عن طريق النادي الاهلي. ثلاثه النادي الاهلي، واحد الاسماعيلي. ركله حره للنادي الاهلي. مصطفى عزت يلعب لنصير، عدى نصير، عدى، اتلعبت عرضية الرأسية جول 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 جوه جول. يوسف الجبالي، يوسف الجبالي يضع الهدف الرابع للنادي. 4-1 للأهلي. يوسف الجبالي وأول ظهور، أول ظهور رسمي، يضع الهدف الرسمي الأول ليوسف الجبالي. الورقة القادمة من نادي الشمس، هدف رابع للنادي الأهلي. الجبالي عدى الجبالي. يا ولد يا يوسف، يوسف الجبالي يلعب مع هشام 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 هشام. يلا راجل مصطفى البدري، البدري جول 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 جول. 5-1 للنادي الأهلي، 5-1 للنادي الأهلي. والخماسية
الخماسية مصطفى البدري، لكن اوعى تنسى، اوعى تنسى صاحب الموال اللاعب يوسف الجبالي، لسه ياما في الجراب يحاول يوسف الجبالي مع الرداء الأحناوي وغاوي. فخري، محمد فخري، ريان حط هجومية، سلام فخري، 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 جول 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 جول، جوه جول، هدف أول للنادي الأهلي. يلعب عادل، يلعبها، طلعت، عدت، مرت، يمسك شوبير، هدف التعادل، عدت لكريم، كريم بدري، عدت الجبالي، 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 جول 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 الجبالي. هنشوف احمد حمدي وركله الجزاء، احمد حمدي، جول 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 جول، جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق صاحب القميصين الكاريزما بتاعت النادي الاهلي احمد حمدي، يضع هدف اول للنادي الاهلي. مصطفى يرجع مره ثانيه لعمار حمدي، عمار التمريره مع ياسر ريان. هنا الدكتور علاء متولي بيقول لي كابتن عادل عبد الرحمن ايضا لاعب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي، لعب في نادي الاتحاد، اضغط مره ثانيه زي ما قلنا، تلاقي لعيبه ونجوم كتير اللي ارتدت قميص، اتلعبت من كريم، جول 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 جول، قال جول يا دور، والسلطان احمد ياسر ريان. ارجع يا مخرج اللقاء، هات لي الروايه والحكايه، رايح لمين؟ رايح للكابتن تامر حفني ورايح للكابتن احمد ناجي. ياسر ريان، هات لي، هات صاحب الروايه والحكايه، هات الكروس العرضي والكره العرضيه الجميله من اللاعب كريم. ولد يا ولد يا كريم على الكره العرضيه، والتحرك النموذج، مين بيقطع، مين بيعمل، مان، كلها امور تدريبيه وجمل بيتم تحفظها من خلال الجهاز الفني. وادي التصويبه يا ولد يا ولد، جول 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 جول، هدف اول لنادي الاتحاد. يا سلام صاحب الهدف، ادي الهدف، اللاعب صاحب القميص رقم 13 محمد عادل. هنشوف ريان، حائط بشري وريان، ريان، جول 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 جول، جوه جول احمد ياسر ريان.